الوضوء هو هذا اللي تتوضأ، هذا الفعل. الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به. شوف فرق بين الوضوء والوضوء، فتحة وضمة تغير المعنى كله. الوضوء الماء الذي يتوضأ به، الوضوء هو الفعل. طيب هنا نفهم أنه لا يسن أن بعد الأكل واحد يتوضأ، لا يسن. هذا الهدي، عرفنا الهدي أن الوضوء الشرعي لا يسن ولا يستحب بعد الأكل، طيب، وإنما إذا قام الإنسان للعبادة كالصلاة.